أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة ببرنامج أحاديث مغاربية. كالعادة نبدأ بالعناوين. ما مدى فرص نجاح الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة في ليبيا؟ مخاوف في المغرب من خطر وتمدد تنظيم داعش. واقع السينما الموريتانية ولقاء مع عبد الرحمن سيساغو مخرج فيلم توبوكتو. أهلا بكم، نبدأ من ليبيا حيث دعا المشاركون في مؤتمر الحوار الليبي الذي عقد بمدينة غدامس برعاية الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، كما اتفقوا على استئناف جلسات الحوار بعد عيد الأضحى. وجمعت جلسة حوار الأولى نواب يشاركون في اجتماعات مجلس النواب الذي يعترف به أو يعترف به المجتمع الدولي في مدينة طبرق، ونواب آخرين يمثل معظمهم الإسلام السياسي يقاطعون تلك الاجتماعات. وكان ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون قال إن مؤتمر الحوار يسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع السياسي، إلا أن ما يعرف بقيادة عمليات فجر ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي رفضوا الحوار واعتبروا أن هذا الحوار خيانة للثورة والتفاف عليها بحسب وصفهم. بعد الجولة الأولى من المحادثات التي تتوسط بها الأمم المتحدة بين الفرقاء الليبيين والفصائل المتناحرة في ليبيا، مزيد من الانشقاق واتساع للهوة سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الأمني، والفلتان الذي يعم سائر المناطق والمدن الرئيسية في ليبيا. ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي وقيادة عمليات فجر ليبيا أعلن رفض الحوار الذي بدأ في مدينة غدامس جنوب ليبيا بين عدد من أعضاء مجلس النواب برعاية الأمم المتحدة، واعتبروا إن هذا الحوار خيانة للثورة والتفاف عليها بحسب وصفهم. مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أعلن أن أطراف الأزمة اتفقوا خلال اجتماعهم في مدينة غدامس على بدء عملية سياسية لمناقشة كل القضايا الخلافية بصورة سلمية. وقال ليون إن المشاركين اتفقوا أيضا على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد. وشارك في الحوار 12 نائبا من النواب الليبيين المقاطعين لجلسات النواب في طبرق، يقابلهم 12 نائبا من المشاركين في تلك الجلسات. وتشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي، فقد بات في ليبيا حكومتان، الأولى ما يسمى حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته برئاسة عمر الحاسي، والثانية حكومة الأزمة برئاسة عبد الله الثني المكلفة من مجلس النواب المنتخب في طبرق شرق ليبيا. وفي تطورات الشأن الميداني الليبي، وفي تطور ملفت، قتل 7 جنود وأصيب 50 في تفجير انتحاري مزدوج واشتباكات في مدينة بنغازي شرق ليبيا. وأوضح قائد في الجيش الليبي في بنغازي أن سيارتين ملغومتين اقتحمتا نقطة عسكرية قرب مطار بنغازي، ما أدى إلى مقتل 3 جنود. كما أشار إلى أن اشتباكات نشبت عقب الانفجار، ما أسفر عن مقتل 4 جنود خلال اشتباكات مع متشددين إسلاميين. وأضاف المسؤول العسكري الليبي أن المسلحين المتشددين الذين حاولوا السيطرة على المطار قد تكبدوا خسائر كبيرة. حول هذا الشأن الليبي في هذا الأسبوع، ضيوفي عبر سكايب السيد عبد الله الكبير الكاتب والصحفي الليبي من مدينة سويندن في المملكة المتحدة في بريطانيا، وأيضا من القاهرة سينضم إلينا السيد أحمد الفتوري رئيس تحرير جريدة الميادين الليبية. أبدأ معك سيد عبد الله، بداية يعني جاء الرد على الدعوات للحوار بتفجيرات انتحارية تستهدف جنود الجيش الليبي.
نعم أخي جياب، تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك العزيز الأستاذ أحمد الفتوري الصديق والكاتب الصحفي. بالطبع لم يستجب أحد باستثناء رئاسة الأركان المنبثقة عن البرلمان المنعقد الذي يعقد جلساته في طبرق، لم يستجب أحد إلى الدعوة التي أطلقت لوقف إطلاق النار حتى هذه الساعة. ما زالت الاشتباكات مستمرة خاصة في مدينة بنغازي وفي بعض المناطق الغربية بين غريان وزنتان، ولكن في تصوري أن هناك تطور وقع اليوم من خلال تصريح السيد برناردينو ليون بأن الحوار سوف يتسع ليشتمل على الفصائل المسلحة المتقاتلة الآن والتي يبدو أنه لا يمكن إقصاؤها من المشهد السياسي. ولكن هي من أقصت نفسها سيد عبد الله عندما رفضت الحوار والتزمت أو أصرت على حل عسكري بدلا من حل سياسي. كيف ستتغير المعادلة إذن مع ضغط أممي شديد أيضا لجمع كل الأطراف الليبية على طاولة واحدة؟ نعم، في الواقع أغلب هذه الفصائل أغلبها هم طيب. يبدو أننا فقدنا الاتصال سيد عبد الله، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. أعود إلى القاهرة سيد أحمد الفتوري رئيس تحرير جريدة الميادين الليبية، أهلا ومرحبا بك. بداية نسأل هنا، من يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في بنغازي والأحداث الملفتة يعني اليوم؟ أنا في تقديري هو ليست قضية اليوم، هو اليوم عبارة عن تفصيلة من ضمن التفاصيل، ومن يتحمل ما يحدث في ليبيا هو المجتمع الدولي، لأن أصلا المشكلة بدأت بتدخل دولي في ليبيا. في 2011 هناك تدخل دولي في ليبيا أنتج هذه المشكلة. اليوم الأمين العام للناتو الجديد النرويجي صرح بهذا، قال أن المسألة في ليبيا تهم أو هي مسؤول عنها المجتمع الدولي، وتقديري هذا هو الأساس. وبالتالي على هذا الأساس حدث الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة، والذي سمعنا تصريحات حول أن هناك نوع من الاتفاقات السياسية، وأعتقد أن مبدأ الحوار الوطني هو مبدأ رئيسي ومهم، لكن دون ما دفع دولي ودون ما كما حدثت المشكلة كما ساهموا في إحداث المشكلة يساهموا في إحداث الحل، لن يكون هناك حل في ليبيا. ستتفاقم الأوضاع لأن هناك تدخلات إقليمية وتدخلات دولية أيضا. الآن نحن تصل إلى ليبيا يد الدولة الإسلامية وتفعل فعلها، وهذا تدخل من ما يسمى بالدولة الإسلامية في ليبيا في الشأن الليبي، والقتال والسلاح يأتي من ليبيا من الخارج، وكان الحديث يدور حول أن ليبيا التي هي تصدر السلاح. الآن الجميع يتحدث عن أن إلى ليبيا يأتي السلاح من الخارج. إذن أنا أؤكد على أن هذه المسألة وأن الحوار الوطني لا يمكن على الإطلاق أن يكون على أرض الواقع فعال وحقيقي دون دعم دولي، دون وقوف دولي كما حدثت في البداية. ماذا تقصد سيد أحمد عندما تتحدث وقوف دولي هنا؟ هل نتحدث ربما اتفاق جميع الأطراف الإقليمية حول ما يحدث في ليبيا، ربما على غرار ما تم في حالة أو محاربة الإرهاب في سوريا والعراق أو التحالف ضد داعش؟ نعم، الأمر الذي يحدث في ليبيا هو أمر دولي، هذا مربوط بداعش ومربوط بأحداث بنفس العملية، وليس صراعا وطنيا كما يبدو من الخارج. ليس الذين يتصارعون على قضايا وطنية. نحن لا نسمع أي شعار وطني يدور في ليبيا، ولا نسمع أحد يتحدث عن ليبيا. نحن نعرف أن يتم قتال، وأحيانا بين فصيل وفصيل من داخل الفصيل يحدث أيضا نوع من الصدمات والقتال. وبالتالي المسألة ليست مسألة ليبية، المسألة مسألة دولية. كما هي داعش في شرق المنطقة العربية، نجد أيضا نفس العملية بالنسبة لليبيا، ويتحدث جيراننا سواء كان التوانسة أو الجزائريين يتحدثوا على أن هناك خطر يتهددهم، لأن من كان لديهم من منظمات مرفوضة لديهم هربوا إلى ليبيا وأصبحوا يعملوا إلى ليبيا. نعم. تحولت ليبيا إلى ساحة للصراع بين قوى دولية وقوى إقليمية، أصبحت ليست شأنا ليبيا محضا. هذه القضية الرئيسية التي يشاء من شاء، هذا أمر واقع، هذا على الواقع،
واليوم كما أشرت في بداية حديثي السيد الذي عين حديثا للناتو تحدث عن هذا. هذه حقيقة هربنا منها أو لم نهرب. نعم. هناك من يقول أن على الليبيين أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم. الليبيين ليس هم الذين يتقاتلون فقط، هناك من شعوب العالم تقاتل في ليبيا، وهناك أسلحة تأتي إلى ليبيا من عديد المناطق من العالم، فكيف يمكن القول بأن هذه مسألة محلية وعلى الليبيين أن يحلوا مشكلتهم الداخلية؟ نعم، دعني أعود إلى ضيفي عبر سكايب السيد عبد الله الكبير الكاتب والصحفي الليبي، أهلا بك من جديد. سيد عبد الله، إذا ما سيطر المسلحون على مطار بنينة، هل يعني ذلك أن طرابلس وبنغازي أصبحت بالكامل تحت سيطرة المسلحين؟ وكيف سيؤثر على مجريات أي حوار مستقبلي في ظل استعداد بعض الأطراف إلى وقف إطلاق النار؟ طيب، فقدنا الاتصال مرة أخرى بالسيد عبدالله الكبير عبر سكايب. عود إليك سيد أحمد الفتوري في نفس السؤال تقريبا، حول يعني السيطرة الميدانية، إذا ما تمت السيطرة أو المسلحون سيطروا على مطار بنينة في بنغازي. أنا أؤكد أن لا أحد اسمعنا. نعم، أنا أقول بالنسبة لليبيا لا يوجد أحد استطاع السيطرة على الأرض، على الأرض بشكل حقيقي. الصراع قاعد قائم ويزداد وسيزداد أيضا، ليس من أحد يستطيع أن يقبض على الوضع في ليبيا، لأن الوضع شائك ومتشابك، والوضع فيه تدخل إقليمي وفي تدخل دولي وفي أسلحة من هنا وهناك، وفي من يطرد من مالي يأتي إلى ليبيا، تحولت ليبيا إلى ساحة للصراعات. لن يستطيع أي طرف شاء وقال أو ادعى أو اعتقد أن يسيطر على الوضع في ليبيا. الوضع سيزداد تفاقما، وسيتدخل داعش أيضا في ليبيا، وستصبح ليبيا كما هي سوريا، وستزداد سوءا للأسف. لا في الواقع، لا ما مضى ولا في هذه الساعة استطاع أحد أن يسيطر على الأرض. يتم احتلال بنينة أو لا يتم احتلال، يتم احتلال مطار طرابلس أو لا يتم احتلال طرابلس، الوضع لا، نحن منذ لنا 3 سنوات ونحن في حالة حرب أهلية قائمة وحالة تدخل مسلح من الخارج في الشأن الليبي. وبالتالي لا أعتقد، الأخبار تخص تفاصيل يومية، أن هناك معركة حدثت في المكان الفلاني، أن هناك من تقدم كيلومتر، أن هناك صراع بين هذه القوة والأخرى، وحتى أننا لا نستطيع أن نسمي قوة. القوة التي تتصارع في ليبيا حتى هي في الحقيقة قوة مختلفة. نعم. ويمكنها أن بعد قليل سنجدها تتقاتل فيما بينها، وبالتالي سيصبح الأمر يتفاقم أكثر من أنه يكون هناك سيطرة وأمر واقع. نعم، بالعودة إلى سيد عبد الله. نعم. الكبير مرة أخرى، سيد عبد الله إن كنت تسمعني هنا، إلى أي مدى هذا التدهور على الأرض في الميدان ممكن أن يبعد جميع الأطراف وينهي ربما الفرصة الأخيرة لأي حل سياسي على الأرض؟ هذا يتوقف على استجابة الأطراف المتصارعة غير المتشددة وغير المتطرفة، والتي ما زالت تؤمن بالمسار الديمقراطي، يتوقف على استجابتها لدعوة السيد برناردينو ليون بإلقاء السلاح والخروج من المدن والانخراط في حوار سياسي مع بقية الفرقاء الليبيين. وكما أشار زميلي الأستاذ أحمد، بالفعل هناك خطر كبير من التنظيمات الإرهابية المتشددة التي استغلت الفراغ الأمني في ليبيا. ما لم تتحد القوى الوطنية كلها وتجد مخرج سياسي للبلاد وتقف صفا واحدا في مواجهة هذا الإرهاب المتشدد، فهذا الإرهاب سوف يتفاقم وتتحول ليبيا إلى دولة فاشلة. نعم. نعم، أيضا يعني دعوات برناردينو ليون عن المشاركة ميليشيات مسلحة في الجلسات المقبلة، يعني جاء الرد ربما بعد ساعات بعد هذا التصريح بتفجيرات انتحارية في بنغازي. هل تعتقد أنه ربما هناك أطراف معينة في داخل ليبيا لا تريد لكل الأطراف أن تجلس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج أو حل سياسي؟ بالتأكيد هناك أطراف سواء مسلحة أو غير مسلحة لا تريد وفاق سياسي، لا تريد حل الأزمة في ليبيا.
يهمها أن تبقى الأوضاع كما هي، لأنها تجد في هذه البيئة مجال مناسب للعمل وإثارة التوترات والاضطرابات في المنطقة. ولكن هناك من يعارضون الحوار السياسي ليس بشكل مطلق، ولكن ربما لديهم اشتراطات ويريدون بعض الضمانات لكي ينجح هذا الحوار. نعم، كيف سيستفيد إذن من يريد تأجيج الساحة الليبية في الداخل سيد عبد الله؟ يستفيد بأن يسعى إلى إفشال حوار إغدامس، ويسعى إلى تعطيل دخول التشكيلات المسلحة أو الميليشيات في هذا الحوار وانخراطها في العملية السياسية، أي بمعنى أن لا يوجد أبدا مخرج سياسي للأزمة في ليبيا، وتبقى الأوضاع كما هي في ليبيا. يتسرب إليها الإرهابيون من الشرق ومن الغرب، يأتي إليها السلاح، يزداد توغل الدول الإقليمية والدول المجاورة من جنوب أوروبا في الشأن الليبي. كل له مصالحه، وكل يسعى إلى أن يكون له تأثير في الأوضاع الليبية. إذا استمر الحال بهذا الشكل ولم نجد مخرج سياسي ولم ينجح الحوار السياسي، فإن البلاد ستصبح مفتوحة على كل الاحتمالات، وكما قال زميلي أحمد ربما يزداد نشاط هذه الجماعات المتطرفة وتصبح على علاقة بتنظيم داعش الموجود في شرق المنطقة العربية، ويتم بينهما نوع من التنسيق، ويزداد الوضع الإقليمي برمته اضطرابا. نعم نعم سيد أحمد، في القاهرة يعني المشاركون في الحوار سيدعون إلى وقف لإطلاق النار، برأيك هل ستستجيب الأطراف لهذه الدعوة، خصوصا أن هناك ربما أطراف تريد مكاسب على الأرض أو مكاسب سياسية أو تريد فرض شروط معينة قبل الجلوس على طاولة الحوار، يعني وقف إطلاق النار بداية وبعدها نناقش باقي يعني القضايا السياسية أو الميدانية على الأرض؟ طبيعي جدا ان اي حوار سيدعو الى قف اطلاق النار في اي مكان في العالم، فبالتالي هذه الدعوه هي مبدئيه ودعوه تلقائيه وطبيعيه جدا. هل يمكن ان اثنين يتقاتلوا يمكن ان يمارسوا حوار وطني؟ هذا الامر طبيعي وبديهي، ولا اعتقد انه مفاجئ، ولا اعتقد انه شيء جديد. هي دعوه وجهت من الاطراف جميعا الى ان يتم ايقاف اطلاق النار، والى ان يتم فتح المطارات في الداخل، والى ان نوع من التطبيع او نوع من فك الاشتباك لأي محاورين. هذه أشياء ضرورية وأشياء مبدئية، ولكن إذا كانت هناك بعض الأطراف كان ترفض من المبدأ الجلوس على هذه الطاولة، هناك من يقول لن نجلس على طاولة حوار مع من يعتبرنا إرهابيين أو وضعنا على قائمة الإرهاب، وهناك أيضا من يقول في البرلمان لن أجلس وأحاور إرهابيين. هذه نقطة هذه تتم خلال الحوار بالأساس. الذين يرفضون الجلوس أصلا هم حاملي سلاح، لا أعتقد أنا لمقاتل وحامل سلاح يمكن أن أتحدث عن حوار، كيف يمكن الحديث معه عن حوار وهو يحمل سلاح ويطلق الرصاص ويهدم المطارات وما إلى ذلك؟ هذه قضية معروفة ومبدية. الذين يجلسون الحوار هم الذين أصلا ينطلقون من مبادئ الحوار، وهم الذين لهم منطلقات سياسية بشكل مبدئي. لكن أعتقد أن الذين يحملون السلاح في ليبيا أيضا عندما يتم الاتفاق وعندما يتم الحوار ما بين القادة السياسيين هم سينصعون وسيرضخون إلى أنهم يوقفوا السلاح. هناك طرف آخر خارج هذه القضية، لن يوقفه لا حوار وطني ولا اتفاق وطني ولا أي شيء، هذا سيستمر في هذا الأمر. وهذا عندما أشرت إلى أن المسألة الليبية لها بعد رئيسي هي مسألة دولية، وبالتالي حتى في تقديري أنا لو نجحنا في الحوار الوطني ولو نجحنا كأطراف مختلفة سياسيا وأحدثنا نوع من الوفاق، نحن ستواجهنا مشكلة بعد ذلك، وهي مشكلة
المشكلة الدولية والتواجد الدولي الذي تمثله بعض التنظيمات المسلحة والتي تقاتل في ليبيا غربا وشرقا. نحن أيضا لدينا منطقة اللي هي الجنوب، أنا أعتبرها منطقة مسلوبة بالكامل، ليست تحت إرادة هؤلاء الأطراف الذين يتحاورون، هي أيضا خارجة في إطار، ويمكن القول أنها مسلوبة ولا أحد له يد عليها ولا يستطيع أن يتكلم باسمها. فبالتالي نعم. الإشكالية أو المسألة الليبية مسألة معقدة ومسألة فيها تدخل إقليمي وتدخل محلي وتدخل دولي، وليست مجرد مسألة محلية أو هي صراع بين طرفين اختلفوا حول هذه القضية أو تلك. شكرا جزيلا من القاهرة سيد أحمد الفتوري رئيس تحرير جريدة الميادين الليبية، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي من سويندن في بريطانيا عبر سكايب سيد عبد الله الكبير، يعني من المفترض أن يكون هناك حوار هذا الشهر بدعوة من الجزائر لكل الأطراف الليبية، هل تعتقد أنه يمكن الربط بين الدعوات الأممية التي تحدث الآن، ربما هناك معضلة، هناك رفض بعض الأطراف، ودعوة الجزائر المفترض أن تعقد هذا الشهر؟ نعم، الجزائر حسب تصريحات المسؤولين تشير إلى أنها حققت تقدما في جلب أو في إقناع أغلب الأطراف الليبية بالمشاركة في الحوار، وقد طمأنت الأطراف الليبية في الداخل التي ترفض الجلوس مع قادة نظام القذافي السابق، طمأنتهم بأن الحوار سيكون من داخل ليبيا ولن يكون أنصار القذافي طرف في هذا الحوار، وإن كان الحوار سيكون شاملا وسيشمل أطراف غير سياسية مثل التشكيلات المسلحة الموجودة الآن سواء في طرابلس أو في بنغازي والمعتدلة والتي تؤمن بالمسار الديمقراطي وبالمسار السياسي وليست المتطرفة التي لا تؤمن بالديمقراطية. أعتقد أن طب إذا ما عقدت كيف ستغير من المعادلة على الأرض؟ بإيجاد توافق وبوضع خارطة سياسية لهذه المرحلة حتى يصدر الدستور، وبنقطة جوهرية وأساسية وهي دمج الثوار في مؤسسات الدولة وطمأنتهم بشأن عدم الانقلاب على أهداف الثورة. فأغلب الذين يتمترسون خلف السلاح الآن هم ثوار يخشون من الانقلاب على الثورة وعدم تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة. هؤلاء لابد من طمأنتهم سواء عبر حوار غدامس أو عبر حوار الجزائر، ولابد من دمجهم في العملية السياسية. وقد أشار السيد برناردينو اليوم ليون المبعوث الأممي في تصريحه إلى هذه النقطة، وهذه في تصور نقطة جوهرية لإنجاح أي حوار سياسي في ليبيا. نعم. شكرا جزيلا سيد عبد الله الكبير الكاتب والصحفي الليبي، كنت معنا من مدينة سويندن في بريطانيا عبر سكايب. إذا مشاهدينا نذهب إلى فاصل وبعدها نعود ونناقش تحديات وتمدد داعش في المغرب والجزائر. يخدمها لن تسمح بانهيار الصوت. والان انا ربما شهيد مع وفد التنفيذ او اسير مع وفد التنفيذ. حقوق اليوم رحم المقاومه ضد جميع اشكال الاستفزاز. وهذا غباء سياسي، نعم هذا غباء سياسي. لا تصدق انه يمثل كل السوريين ولا ربع السوريين ولا ثلث السوريين. الحل المسلح لا يبدي. ضيف اليوم برنامج يستضيف الساسة وصناع القرار يومياً على شاشة الغد العربي في الأوقات التالية. الهدف هو الوصول إليكم كلمات مباشرة وموضوعية الحديث فيها عن كرة القدم الساحرة المستديرة ورياضات أخرى أولمبية وبارا أولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة. الحديث أبدا لن يكون على نطاق محلي ضيق، بل سيكون عربيا ودوليا. إيمانا من هنا من الغد العربي أن وحدة الصف من كمال الوجود. الهدف في الأوقات الثانية.
نواصل حديث مغربية، حيث قالت مصادر صحفية أن تهديد تنظيم داعش لكل من الجزائر والمغرب دفع البلدين لبدء تنسيق أمنيا لمواجهته. وأفادت المعلومات أن الحكومة المغربية تبدي مخاوف كبيرة من مخاطر يمكن أن تواجهها المملكة في حالة عودة مئات المغاربة الذين التحقوا بتنظيم داعش في سوريا والعراق، في مشهد يستحضر ما حصل بالجزائر عندما عاد جزائريون من أفغانستان نهاية ثمانينيات القرن الماضي وانضموا إلى الجماعات الإرهابية. مسؤول مغربي قال أمام وفد ضم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي إن بلاده مؤمنة بمواجهة كل أشكال العنف والتطرف، وأن المغرب اعتمد مقاربة أمنية شاملة في الجهود الجهوية والدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تجسدت منذ سنة 2002 من خلال تفكيك 124 خلية إرهابية وحجز ترسانة مهمة من الأسلحة. حول المخاوف من تمدد داعش إلى المنطقة أو منطقة المغرب العربي نناقش بعد هذا التقرير. تنسيق استخباراتي مغربي إسباني ينجح في تفكيك خلية إرهابية ينشط أعضاؤها في مدن الناظور وميليليا، تستقطب وتجند مقاتلين مغاربة للقتال في تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، حيث سبق لهذه الخلية التنسيق مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بشمال مالي. الخارجية الفرنسية أصدرت مذكرة تحذر فيها مواطنيها المقيمين في المغرب والمغرب العربي باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب تهديدات داعش في المنطقة، وحثت جميع المواطنين الفرنسيين المتواجدين في المغرب اتخاذ التدابير الكفيلة بسلامتهم. الداخلية المغربية من جهتها أكدت معلومات استخباراتية تفيد بأن المغرب بات مهددا وبشكل جدي بعمليات إرهابية، وقالت إن عددا من المغاربة يتولون مراكز قيادية بهذا التنظيم لا يخفون نيتهم لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة. إجراءات عدة اتخذتها المملكة المغربية لمواجهة هذه التهديدات، منها تقوية وسائل المراقبة وتواجد عناصر قوات الأمن، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى المرافق الحيوية ومعالجة إشكالية توافد مغاربة على هذه التنظيمات الإرهابية دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من المغرب العاصمة الرباط سيد بلال تليدي الباحث في الجماعات الإسلامية، أهلا ومرحبا بك. وأيضا نرحب معي في الاستوديو سيد زهير سراي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد بلال، بداية يعني داعش تعيد العلاقات بين المغرب أو خطر داعش يعيد العلاقات بين المغرب والجزائر حتى لو كان تنسيقا أمنيا بين البلدين، ما هي فرص نجاحه في القضاء على الإرهاب؟ الواقع أن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هو تهديد جدي لمنطقة المغرب العربي بأكمله، لأنه سمعنا في الجزائر في الشهر الماضي التحاق كتيبتين كانت تنتميان إلى تنظيم القاعدة، أقصد كتيبة الشرق والوسط، بتنظيم داعش. ولدينا أيضا مخاطر أمنية في دول في الساحل جنوب الصحراء، وأيضا ما تشهده ليبيا من أوضاع متوترة تعتبر بؤرة لتغذية هذه التنظيمات، بمعنى أن خطر هذا التنظيم لا يمس فقط المغرب وإنما يمس منطقة المغرب العربي بأكملها، مما يفرض ضرورة أن إعادة النظر في الوضعية الحالية التي يشهدها المغرب العربي وعدم الاكتفاء فقط بالتنسيق الأمني، لأن هذا التنسيق الأمني نفسه وقعت فيه جملة مشاكل بين البلدين تدخل فيها البعد السياسي وعرقلها. أتصور بأن النظرة المندمجة والشمولية تفرض أن تؤخذ هذه التهديدات بجدية وأن يتم التفكير في الإطار الشامل لمعالجتها، وهذا الإطار لا يكون إلا بإعادة الاعتبار للاتحاد المغاربي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. سيد زهير، ما رأيك في هذا التنسيق الأمني ربما يكون مقدمة لإعادة الاعتبار إلى الاتحاد المغاربي كما تحدث سيد بلال؟
نعم هذا صحيح. إذا ما سلمنا جدلا بالمبادرة الموريتانية أولا والتي الآن هي قيد الدراسة لدى الأطراف السياسية، لا لا لدى الأمانة العامة لاتحاد المغاربي. نعم. لكن دعني أرجع إلى ما قاله الضيف من المغرب، وهو قد ذكر يعني نقطة حساسة جدا، أن في الجزائر فقط قال تكلم عن منظمتين، بينما نحن نعلم جيدا أن جند الخلافة وهي تتكون تقريبا من 7 فرق مختلفة ومختلفة الأسماء، فقط هذا للتنوية. ثم هناك نقطة ثانية، نحن لابد أن نركز في هذا المقام على التنسيق الأمني الذي غيب بقرار سياسي، لكن الآن وفي حاضنة هذه المخاطر التي تحيط بالاتحاد المغاربي ككل بدون استثناء، أعتقد في نظري أنه حان الوقت في إعادة النظر في التنسيق الأمني وعلى أعلى مستويات بدون النظر إلى الخلفية الإيديولوجية والسياسية القائمة بين الأنظمة، لأن الضحية أو الضحايا هم سوف يكون من المدنيين. نحن نعلم جيدا أن تنظيم داعش، نحن نعلم من يرعاه، أين من كونه، ومن هو المسؤول عن الأجندة السياسية والأجندة الإيديولوجية لهذا التنظيم. لذا أعتقد أننا في المغرب العربي لدينا وجهة نظر تختلف عن المشرق العربي. هم يعتقدون أن أمريكا تحاول أن تدحض هذا التنظيم الإجرامي، ونحن في الاتحاد المغاربي نرى أن هذا التنظيم هو امتداد لما قد غضت عنه أمريكا، ولما أقول أمريكا هنا أقول الأجندة الصهيو أمريكية، غضت عنه النظر لمدة سنين، لكن الآن عاد من جديد بثوب جديد وباستراتيجية جديدة سوف نناقشها ونحللها. لكن دعني فقط أؤكد على نقطة، أنه فقط ليس الاتحاد المغاربي، لكن ننتقل للجزائر مثلا، لدينا جند الخلافة الذي اعتقل الرهين الفرنسي، وللمفارقة العجيبة 5000 جندي جزائري لم يستطيعوا العثور على جثة هذا الفرنسي منذ 3 أسابيع. نعم. ثم نيجيريا بوكو حرام أعلنت البارحة يعني إعلانها إلى البغدادي، ثم في أنصار دول الخلافة في جنوب السودان خرجت من السودان التقليدي الذي نعرفه والذي كان يتهم بأنه يحضن الإرهاب، لا، هذه المرة مجموعة جديدة في جنوب السودان، وطبعا نحن نعلم من موجود هناك في جنوب السودان، ربما خطر كبير ويتمدد. طب دعني أعود إلى سيد بلال في الرباط، يعني التخوف الأكبر للمغرب هو عودة مغاربة يشاركون في القتال بجانب داعش، يعني في تكرار ربما لسيناريو عودة الجزائريين من قبل الذين قاتلوا في أفغانستان. إلى أي مدى هذه العودة ستشكل خطر على الداخل المغربي أو المملكة المغربية؟ الواقع أننا يعني في المغرب لدينا تحديان اثنان وليس فقط تحدي واحد. التحدي الأول هو المرتبط بالمغاربة الذين يجندون لبؤر التوتر وبشكل خاص لسوريا والعراق، وهؤلاء موجودون في الأراضي المغربية، وقد كشف وزير الداخلية محمد حصاد في منتصف شهر يوليوز عن رقم مخيف جدا، لأنه تحدث عن 1500 إلى 2000 مغربي يعني تم تجنيدهم في تنظيم داعش، وبعضهم أو عدد مهم منهم يتقلد مسؤوليات قيادية في هذا التنظيم. وهذا الأمر، هذا التحدي لا يزال مستمرا. فمدير مديرية الوثائق والمستندات السيد ياسين المنصوري في لقاء بالأمم المتحدة في الأسبوع الماضي تحدث عن مخطط رهيب لتفجير أزيد من حوالي 119 مؤسسة وبشكل خاص حيوية وبشكل خاص سياحية، واغتيال 107 شخصيات
بالإضافة إلى الخطف. إذن هنا عندنا تحدي العمل الإرهابي الذي يستهدف المغرب أولا، ثم هناك التحدي الثاني وهو المرتبط بعودة المغاربة من هذه البؤر المتوترة. طبعا أتصور بأن التحدي الأول هو الأكبر، بحكم أن التحدي الثاني توجد آليات أمنية استباقية من أجل ضبط هذا العدد، لأنه الآن هناك معلومات أمنية متوفرة، هناك تنسيق أمني كبير، وأظن بأن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق والشام يوفر هذه القاعدة، قاعدة التعاون الأمني، لا سيما بين المغرب وتركيا، لأنني أفترض وهذا هو الغالب أن المغاربة يسافرون إما عبر أوروبا أو عبر المغرب إلى تركيا، ومن تركيا كانوا يدخلون إلى سوريا، بحكم أن تركيا لم تفرض أي تأشيرة على المغاربة بل على العديد من الدول العربية. أظن أن عملية الرجوع ستكون على الأقل داخل السيطرة الأمنية، والمغرب له تجربة عريقة في اعتماد المقاربة الأمنية الاستباقية، بدليل أنه فكك العديد من الخلايا. نعم، فكك العديد من الخلايا، ربما جاء باستفادة من استخباراتية من بعض الدول الأوروبية، وأقصد هنا بالتحديد أكثرها جاء من أسبانيا، ولكن ربما هذا الرقم المهول منذ عام 2002 124 خلية تم تفكيكها، هناك ربما خلايا نائمة. دعني أنقل في هذه النقطة بالتحديد، وهذا السيناريو الجديد ربما تمدد داعش في دول المغرب العربي، أسأل هنا السيد زهير، يعني كيف للمملكة المغربية أن تستفيد من التجربة الجزائرية، خصوصا أن يعني الجزائر مرت بفترة عودة مقاتلين ذهبوا ليقاتلوا في أفغانستان وعادوا إلى الجزائر، كان هناك بلبلة أمنية، كان هناك ذبح، كان هناك تفجيرات في الجزائر، ولكن إن صح التعبير ممكن أن الجزائر تخطت خطوة كبيرة في القضاء على بعض هذه الجماعات. كيف يمكن للمملكة المغربية في وضعها الحالي أن تستفيد من هذه التجربة؟ أنا أعتقد إذا ما كان النظام الملكي في المملكة المغربية والنظام الجزائري متفقان رسميا على دحر هذا الخطر اللي في الحقيقة ليس هو قادم من المشرق، بل هو موجود منذ التسعينيات، لكن هناك خلايا كانت نائمة إلى هذا إلى الوقت الذي نحن نعيش فيه أو نتكلم فيه، فبالتالي إعلان الخلافة مثلا في الجزائر ليس له يعني قيمة كبيرة جدا في الشارع الجزائري، لأننا مررنا فعلا بتجربة مريرة جدا، وكانت استراتيجية الدولة هي أن تشتري السلم الاجتماعي. يعني للمغرب الآن الفرصة أمام الجزائر وعليهم وعلى النظامين، أقصد النظامين حتى لا أكون منحاز إلى أي طرف، أن يتنازلا على هذا الاستكبار وأن ينسقان أمنيا مع بعض، ثم هناك أعتقد هناك فرصة سانحة لتخطي هذا الخطر بتوحيد استراتيجية موحدة لمواجهة هذه الخلايا النائمة، ثم المحاولة في إدماج هذه المنظمات، يعني مكافحتها بالسلاح لا يولد إلا الانفجار. نعم، ونحن هذه النقطة بالتحديد، يعني كيفية محاربة تنظيم، نتحدث هنا ليس فقط تنظيم وإنما فكر أيضا في المغرب، هل من خطط سيد بلال قبل أن تغادرنا في هذه الفقرة بالتحديد، ربما وأنت كباحث في الجماعات الإسلامية، يعني على مدار يعني سنوات الحل العسكري لم يجدي نفعا، ولكن هناك ربما الفكر، محاربة الفكر، كيف يمكن أن يتم ذلك في المملكة المغربية؟ أنا دعني أعلق تعليقا بسيطا على الموضوع. الخصوصية الموجودة في المغرب على الرغم من كثرة الخلايا التي تم تفكيكها، فالمغرب لا يوجد فيه تنظيم إرهابي مؤسس، بمعنى هناك محاولات يتم إجهاضها قبل
أن تنزل على واقع الأرض. بخلاف الجزائر هناك تنظيمات مؤسسة وجدت حاضنتها الاجتماعية، بل وجدت حاضنتها الترابية أيضا في بعض المناطق. المغرب اعتمد استراتيجية مندمجة انطلقت أولا من تجديد الحقل الديني، تجديد الحقل الديني، وفي نفس الوقت إصلاح مناهج التعليم الديني. نحن عندنا في المغرب مناهج للتربية الإسلامية جد جد متقدمة بالمقارنة مع العالم العربي. كان هناك تركيز على نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، هذا على المستوى الديني. ثم على المستوى الديمقراطي، المغرب له تجربة ديمقراطية متميزة، مضى في المسار الديمقراطي إلى أبعد الحدود، أيضا حقق مكتسبات جد متقدمة في المسار الحقوقي، ولا زالت هناك يعني مهام ينبغي أن تستكمل في هذا السياق. ثم أيضا تبنى الاستراتيجية التنموية بالتركيز على بعض البؤر الهامشية التي تعتبر مناطق لتغذية الإحباط الذي منه تأتي هذه التنظيمات. وصلت الفكرة، أعتذر على المقاطعة سيد بلال ولكن لضيق الوقت. شكرا جزيلا، كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط، الباحث في الجماعات الإسلامية. أعود لك سيد زهير، يعني نتحدث هنا عن تعاون ربما بدأ بين المغرب والجزائر، الفرقاء الإخوة إن صح التعبير، بدأ بالفعل لمحاربة ومجابهة إرهاب ربما أكبر من هذا الخلاف بين الجزائر والمغرب. هل تعتقد ربما أحد الأطراف سيستغل هذا التنسيق لبعض الأجندات أو المكاسب السياسية، أم أن خطر داعش هو أكبر من هذا الخلاف السياسي أو من الحصول على أو استغلال الموقف لمكاسب سياسية؟ هو في الحقيقة الطرح الثاني هو الأصح، أنه المكاسب السياسية إذا بشرط إذا لم تتدخل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولما أقصد أمريكا أقصد إسرائيل بالطبع، إذا لم تتدخل هذه الأطراف في هذا النسيج الجديد أو التنسيق الأمني الجديد سوف تنجح الاستراتيجية. إذا ما كل نظام استفرد باستراتيجيته ومحاربة هذا التنظيم لوحده لا، ولكن لا يمكن أيضا إقصاء الأوروبيين في هذا التدخل. عندما نتحدث عن إسبانيا استخباراتيا على مدار السنوات السابقة تعاونت مع المغرب وتم تفكيك خلايا إرهابية، ربما هناك تعاون وأرجد أيضا أوروبي مع الجزائر لتحذيرات هنا أو هناك. لا يمكن إقصاء الأوروبيين لأنه يشكل أيضا خطر عليهم، والمغرب هو الأقرب ربما لأوروبا من هذه الناحية وخصوصا لإسبانيا. نعم، هذا تفسير ربما إنشائي أكثر مما هو عملي. أنا كنت أتمنى أن يكون التنسيق الأمني بين الأنظمة العربية، بين أنظمة الاتحاد المغاربي، بدون اللجوء إلى الاستخبارات الأجنبية، لأننا أعرف جيدا أن أمس قبض على الشاب الذي كنا نراه الآن، أنه وحدة تتنقل من إسبانيا اختراقا لسيادة المغرب وتأخذ هذا الشاب إلى إسبانيا في طائرة خاصة وتحكمه هناك، مثل ما حصل في الجزائر. يعني طائرة فرنسية يعني تمر فوق التراب الجزائري، تقصف مالي ثم ترجع، يعني هذا خرق للسيادة. ما نريده نحن الآن هو أن تحل هذه المشكلة بين أصحاب الأرض. الجزائر لديها خبرة في مكافحة الإرهاب وهذا لا ينفيه أحد. المغرب الآن هو قادم على ما لا ربما تحمد عقباه لنقطتين. النقطة الأولى التي خاف بها الغرب المغرب وهو الطائرات المدنية التي سوف تقلع من مطار ليبيا وتنفجر في المغرب، فإذا كان هناك استنفار أمني وعسكري في المملكة. النقطة الثانية هي الأنفاق بين ليبيا والجزائر، يعني مع طول الحدود الليبية الجزائرية. لذا أعتقد أنه من الصواب ومن العقل أن المسؤولين في تلك البلدين أن تتلاحم الأفكار في استراتيجية موحدة أمنية، ثم ربما هذا ما تجيب عليه ربما الأيام القادمة مع يعني التعاون الأمني بين البلدين. شكرا جزيلا سيد زهير سراي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الاستوديو. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نذهب إلى موريتانيا وتجربة السينما الموريتانية في الأوسكار.
راسخ بأن المرأة المصرية ممكن تكون محرك للنمو في الاقتصاد المصري وفي الحياة السياسية. مصر مهددة من ثلاث جهات، من الحدود الليبية. لن نسمح بنسائنا وبرجالنا أن يؤخون المغرب. ليبيا، السودان، حتى السودان، اليمن، تونس. أكبر غلطة عملها أنور السادات في تاريخ حياته اللي أنا أخت هو معترفة بيها. دبي السنة اللي فاتت وصلت إن صفر أمية، ما عادش عندهم أمية، ما فيش أمية خالص في دبي. هي جريئة ومناضلة لا تخشى في الحق لومة لائم، دائما تبحث عن الحقيقة ودائما تسعى وراءها. في سابقة هي الأولى في تاريخ السينما الموريتانية، يصل فيلم تومبوكتو للمخرج الموريتاني عبد الرحمن تسيساغو إلى مرحلة التنافس على جائزة الأوسكار بعد أن تم ترشيحه لمهرجان كان السينمائي قبل أشهر. العرض الأول للفيلم حضره الرئيس الموريتاني وأعضاء حكومته تشجيعا لصناعة السينما في البلاد. تقرير مراسلنا من نواكشوط فتى البخاري. بقصر المؤتمرات وسط العاصمة نواكشوط يبدأ العرض الأول لفيلم تيمبوكتو، أول فيلم موريتاني ينافس على جوائز دولية. فبعد حصوله على جائزة الديانات في مهرجان كان السينمائي كممثل وحيد للسينما العربية والإفريقية، يفرض الفيلم نفسه على قائمة التنافس على الأوسكار. الفيلم الذي حضره الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وأعضاء حكومته وجمع من المهتمين بالثقافة والفن، يتناول على مدى ساعة ونصف قصة معاناة سكان مدينة تيمبوكتو التاريخية والأوضاع الصعبة التي عاشتها إبان سيطرة مجموعة متشددة عليها بعد أن كانت إحدى مدن الحضارة الإسلامية الشامخة. كما تعرض الفيلم لعدد من التفسيرات المغلوطة لمفهوم الدين والدولة الإسلامية. كفاكم إنكم تسيئون للإسلام والمسلمين. إن هذا العمل أنتج بواسطة الدعم الكلي من طرف الحكومة ودعم الجيش الوطني بما فيها العمل داخل مدينة ولاتا التاريخية، وقد أنجز العمل بواسطة 35 جنسية منها 15 أوروبية وسط أجواء من الأمن. تنافس السينما الموريتانية عبر فيلم تيمبوكتو في الجوائز الدولية، خاصة جائزة الأوسكار لأول مرة في تاريخها، رغم الصعوبات الجمة التي تحيط صناعة الأفلام في البلاد. صعوبات جمة تحيط بصناعة السينما في موريتانيا، منها ما هو مرتبط بطبيعة الإنسان البدوي هنا، وآخر متعلق بغياب الدعم الرسمي للحركة الثقافية والفكرية عموما في البلاد، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات وهجر الجمهور لدور العرض إن وجدت. تعاني السينما الموريتانية من ثلاث مطبات. المطب الأول هو غياب إرادة سياسية تجعل من السينما وسيلة تنموية ووسيلة إبداعية. والمطب الثاني هو غياب آليات ومؤسسات التكوين والبث والنشر إلى آخره والعرض. أما المطب الثالث فهو عدم تفاهم المتلقي أو عدم الألفة بين المتلقي وما يقدم له على الشاشة، لأنه لم يجد ذاته لحد الآن فيما يقدم له. من رحم المعاناة التي تعيشها السينما الموريتانية يحاول صناع الفن السابع في موريتانيا أن يثبتوا أن الهمة والعزم سلاح للعبور إلى ضفة النجاح، وأن الإبداع أمر متجاوز لصعوبات الظروف، ويأملون أن يأتي يوم تزدهر فيه صناعة السينما في بلدهم رغم حداثة الاهتمام بها. فتى البخاري، الغد العربي، نواكشوط. وكان مراسلنا فتى البخاري أجرى لقاء خاصا مع عبد الرحمن سيساغو مخرج فيلم تومبوكتو المرشح للأوسكار. نتابع هذا اللقاء. يا إلهي، يجيك سفيدة
تعرفوا أن الكرة محرمة؟ كفر موسى. كيسكي تفعل؟ لا أمني لا. أهلا بكم. ضيفنا هنا هو سيد عبد الرحمن سيسوقو، مخرج فيلم تيمبوكتو المنافس على الأوسكار. أهلا بكم سيادة المخرج. بداية، ما هو شعوركم حول ترشحكم للأوسكار عبر فيلم تيمبوكتو، خاصة أنكم شاركتم في مهرجان كان السينمائي، ولما اخترتم تسمية تيمبوكتو تحديدا؟ Pour moi, je pense pour tout cinéaste, l'opportunité d'aller aux Oscars. بالنسبة لي أعتقد أن كل مخرج سينمائي لديه حلم للوصول إلى الأوسكار، وهو أمر مهم لأنه يعطي ليس فقط الفيلم رؤية أوسع وانتشار عالمي. طبعا بالإضافة إلى مهرجان كان، إذن فالاختيار للتنافس على جوائز الأوسكار فرصة لا تعوض، فهي فرصة لي كسينمائي ولفيلمي وفرصة لبلدي بأن تسلك طريقا إلى الأوسكار، لذلك أنا سعيد. أما تيمبوكتو بالنسبة لي فهي رمز ومدينة تاريخية، وهي توأم لمدن شنقيط وولاتا، وهي مدن فكرية وعلمية ومدن تسامح. وفي لحظة من تاريخ هذه المدن تؤخذ إحداها رهينة من طرف متطرفين لا يمتون بصلة للإسلام، أمر شكل صدمة لأنه أخذ الإسلام كرهينة، والتسامح والإخاء هو ما دعاني لتسمية الفيلم بتيمبوكتو. La compassion qui est prise en otage. Et donc pour moi c'était important d'appeler le film Timbuktu pour ces raisons-là. ما هي حظوظكم في الفوز بالأوسكار، خاصة أنكم تتنافسون مع أفلام أمريكية مكسيكية وصناع الأفلام منذ أمد بعيد، والبلاد هنا موريتانيا وإفريقيا عموما حديثة العهد بصناعة الأفلام؟ أنا أعتبر أنني فزت لوجودي هناك بين صفوف المتنافسين، هذا هو الانتصار الأول. الثانية بالنسبة لي هي أن يحمل الفيلم معنى ورسالة، فالسينما ليست للجمهور العريض هوليوود فقط، فهي أيضا يمكن أن تحكي أشياء أخرى مهمة، فإذا انفتح الأوسكار على هذه الأفق وأعتقد أنها ممكنة، سيحالفني الحظ بحول الله. الأمر هنا يقودنا إلى أنكم مستشار للرئيس الجمهورية مكلف بالثقافة. وضعية الثقافة اليوم وضعية شبه مزرية، وهكذا يقول الفاعلون في هذا الحقل. هل حدثتم الرئيس عن الوضعية؟ هل يدري بما يجري من أمور الثقافة في البلاد؟ بكل تأكيد الرئيس على دراية بالصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات، والثقافة تشكل جزءا من الأمر، وأنا أعبئ وهو دوري، وقد حظيت بأولوية خلال الخمس سنوات الأخيرة شملت مجالات أخرى مهمة، فلا يمكن حل كل المسائل دفعة واحدة في بلد خلال خمس سنوات. وأعتقد أن هناك تفكيرا جدي لرفع من مستوى الثقافة، إذن من غير المنطقي والمقبول أن مدينة مثل نواكشوط ليست بها أماكن للترفيه ودور للسينما وأماكن للتكوين. نريد كلمة أخيرة للجمهور العربي والإفريقي حول فيلم تيمبوكتو. أتمنى من الجمهور العربي والإفريقي أن يكونوا بجانبي في هذه المعركة للفوز بالأوسكار، لأنها ستبرهن على التنوع وستسلط الضوء ليس فقط على إفريقيا بل على العالم العربي، وأتمنى أن أكون موضع تشجيع لدى الجميع. أريد هذا.
إذن كان هذا فيلما أو تقريرا خاصا ولقاء خاصا بين مراسلنا فتى البخاري ونجم السينما الموريتانية أو المخرج الموريتاني في ترشح فيلم تمبوكتو إلى جوائز الأوسكار. ومن السينما إلى تهديدات البيئية والمناخية في موريتانيا، حيث أثارت وشكلت قلقا بالغا لسكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، فالمدينة الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي باتت عرضة للغرق بفعل المد البحري، كما أن زحف الرمال هو الآخر أصبح هاجسا يؤرق جميع الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد. مرة جديدة فتى البخاري والتفاصيل. العاصمة الموريتانية نواكشوط مهددة بزحف الرمال والمد البحري، سببان رئيسيان أخرج الحكومة عن صمتها لتنظم أكبر حملة تشجير في تاريخ البلاد. كل القطاعات الحكومية شاركت في زرع ملايين الشجيرات على طول الشريط الفاصل بين العاصمة والكثبان الرملية الزاحفة عليها من الشمال، في خطوة للحد من الأضرار التي بدأت تلحق بأطراف المدينة. متابعين إن شاء الله المشروع لنوصل الأهداف. الهدف الثاني هي تشجير هذه المنطقة كلها، وقف زحف الرمال قياس مدينة نواكشوط، وساهموا في خلق بيئة جديدة في هذه المنطقة لأنها منطقة جافة. عمليات التشجير جاءت بعد دعوات لنقل العاصمة من مكانها إلى مكان آمن، كما صاحبتها خطوات للحد من المد البحري، حيث منعت السلطات الموريتانية استغلال الرمل الأبيض الذي شكل لعقود أهم مواد البناء بالنسبة للموريتانيين، وفرضت غرامات على كل من ينتهك حرمات البيئة، بعد أن بدأت بقع مائية كبيرة في الظهور والتسرب إلى أجزاء من العاصمة وضواحيها. أطراف سياسية داخل المشهد الموريتاني ترى في الأمر مجرد حملات دعائية مؤقتة سبق وقيم بها من قبل الحكومة بأشكال مختلفة وفي مجالات لا تقل أهمية. هذه حملات التشجير اللي ينقام بهم من وقت لآخر لا يسمن ولا يغني من جوع، وشفنا قاع حزام أخضر قديم اللي هو عاد بلد عقاري، معناها بن هذا اللي مبارك معاه لا يقدر يصبح كيف تاكل اللي سابه، وهذا لا يفيد. ما هي الحلول اللي يا الله تواجه بها الحكومة وضعية عاصمة دارت فيها مويتان اللي عندها من الممتلكات؟ ثنائية الطمر والغرق التي تهدد العاصمة نواكشوط بدأت تفرض وجودها في معظم الاتفاقيات الموقعة بين موريتانيا وشركائها في التنمية من أجل إيجاد حلول نهائية ترضي الحكومة وتطمئن ساكنة نواكشوط. تتفاءل الحكومة الموريتانية كثيرا بإجراءاتها الرامية إلى الحد من زحف الرمال والمد البحري رغم تشكيك المعارضة، لكن الخبراء يقولون بأن مدينة نواكشوط أنشئت أصلا على غير معايير السلامة عام 1960 إبان مرحلة الاستقلال، ما يستوجب نقلها إلى منطقة أخرى أكثر أمانا. فتى البخاري، الغد العربي، نواكشوط. حديث مغاربية لهذا الأسبوع انتهت، حتى الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.